السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا المجلس الجديد من مجالس الرحمة. أسأل الله جل في علاه أن يكون مجلس رحمة ومجلس علم، تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده. مجلس القرآن، هذا هو العنوان الذي يتناوله مجلس الرحمة اليوم، وهو عنوان رائع الحقيقة، لأنه هذه الحلقة ستكون مع القرآن، لذلك أسميتها مجلس القرآن. وهناك ملاحظة مهمة جدا جدا وبحب أقولها لأحبائي دائما، وهي أنه الإنسان الذي يقرأ القرآن، الذي يحفظ القرآن، الذي يعمل بما جاء في القرآن وما حفظه في القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه بالقرآن. قيل لأحد الصالحين إن فلانا يحفظ القرآن، فماذا قال هذا الرجل الصالح؟ قال بل إن القرآن يحفظه. أقولها تاني كده جميلة خالص. قيل لأحد الصالحين إن فلانا يحفظ القرآن، فقال بل إن القرآن يحفظه. لذلك الإنسان الذي يحفظ القرآن ويعمل بالقرآن ويخشع ويخلص للقرآن، تجد حضرتك دائما هادئ النفس، مطمئن النفس، لأن هذا هو موعود الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، وهي في القرآن الكريم. في حقيقة أنا لاحظتها في مصر أنه هناك عدد لا بأس به من قرائنا الأفاضل الأعلام الذين نالوا بفضل الله شهرة عالمية كبيرة في عالم التلاوة، سواء في مصر أو العالم العربي أو الإسلامي، أبناؤهم أيضا أصبحوا قراء مثلهم، أبناء هؤلاء القراء العظماء أصبحوا أيضا قراء مثلهم. يعني أذكر على سبيل المثال للحصر أنه مولانا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله له قارئان، أبناؤه الشيخ طارق عبد الباسط عبد الصمد والشيخ أحمد عبد الباسط عبد الصمد. مولانا الشيخ البنا محمود علي البنا رحمه الله له قارئ الشيخ أحمد محمود علي البنا. مولانا الشيخ صديق المنشاوي رحمه الله جميعا له قارئان، الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله والشيخ محمود صديق المنشاوي، نسأل الله له الصحة والعافية. الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي أيضا رحمه الله له قارئ الشيخ محمود، وهكذا هناك عدد كبير جدا من القراء. أيضا من القراء الذين نالوا شهرة في وقتنا الحاضر منهم، يعني على سبيل المثال أيضا مولانا فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، أيضا بفضل الله تعالى له ثلاثة أبناء قراء ويحفظون القرآن الكريم وساروا على دربه أيضا. ومن أبناء فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي ابنه البار الفاضل الشيخ سيد محمد عبد الوهاب الطنطاوي. يا أهلا وسهلا، منور الشيخ سيد. نسألك الأول عن صحة مولانا. تمام الحمد لله، بخير الحمد لله، كويس الحمد لله، ربنا يطول في عمره، ربنا يخليه ويبارك لكم فيه، ربنا يخليه. طيب هتقرا لنا ايه يا شيخ سيد؟ ان شاء الله، ان شاء الله اخر النحل. اتفضل. ان شاء الله. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن،
هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير واصبر وما صبرك إلا بالله ولئن صبرتم له ولا
تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله الله الله. يا سلام يا سلام. يعني بنقول ايه؟ ذلك الشبل من ذاك الاسد. ما شاء الله. احنا يعني سعداء والله جدا جدا ان ابن الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي معانا. وبعدين انا عايز اقول ايه الحب ده للوالد لدرجة هذا التأثر؟ يعني يا ترى هو الوالد يعني بيوجهك لقراءة معينة؟ بيسمعك؟ طبعا بيسمعك. طبعا الشيخ بيسمعك. طبعا في جميع الأوقات طبعا. وبيردك طبعا يعني لو في أي حاجة ملاحظة عنده بيقول لك مثلا عيد أو كده؟ طبعا طبعا. وهو وجهك لهذه الطريقة والحفظ؟ نعم كده. نعم. ويعني واضح التأثر ما شاء الله. ربنا يخليك. بسم الله ما شاء الله. ربنا ده حب يعني ما بعده حب طبعا. ربنا. طيب الشيخ سيد، انت حضرتك يعني تأثرت بالشيخ من السماع، يعني بتحضر له المناسبات المختلفة، ولا تأثرت بيه وهو مثلا قاعد قدامك، ولا مثلا عن طريق اسطوانة بتسمعه؟ يعني انت طبعا بتسمع في الشيخ جميع كتير الأوقات. أنا لان الوقف بالذات، الوقف والابتداء كله يعني هو طبعا احنا عشاق للشيخ حفظه الله. لكن انت هل بتسمعه مثلا معاه في المناسبات نفسها وبتشوفه؟ نعم. بيقرأ ازاي؟ ولا في اسطوانة ولا كمبيوتر ولا ايه؟ لا اسطوانة، وفي حفلات بقى موجود بتحضر معها. بقى معاه. نعم. وبتتأثر بيه يعني؟ طبعا. لان هو قدوتي في كل شيء يعني. طبعا واضح. لا واضح ما شاء الله. ربنا يخليه لكم حبيبي. ربنا يخليه. انتوا كم اخ يا شيخ سيد حافظين القرآن ما شاء الله؟ اربعة. اربع اخوة. مين بقى حضرتك؟ الشيخ احمد. الشيخ احمد. الشيخ محمود. الشيخ ابواب. وحضرتك. ما شاء الله. انت في اعتقد في اصول الدين، كلية اصول الدين، دراسة اسلام. الوالد برضو خريج اصول الدين. وطب الاخوة في اصول الدين برضو؟ الشيخ احمد اصول دين. واستاذ ابواب خريج كلية حقوق. استاذ محمود تجارة. تجارة. يعني في اثنين اصول دين ما شاء الله. والوالد. ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب. الله يخليك. طيب انا عايز يعني اسمع، لان انا طريقة الشيخ محمد بتعجبني جدا جدا. ربنا. فانا شايف قدامي فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب صراحة. ربنا يخليك. اتفضل شيخ سيد. اتفضل يا حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا محمد رسول الله 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 والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سيد بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله تراهم
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. الله العظيم ان شاء الله عليك موفق والله ان شاء الله. شيخ سيد يعني حضرتك يعني لما بتيجي يعني تقلد الشيخ او تقرا زي الشيخ ده الكلام ده بدا امتى؟ انت عندك كم سنه يا شيخ سيد دلوقتي؟ 24. طب بدات امتى عشان تتقن الاتقان ده انك انت تقرا زي الوالد؟ انا سنه 18 من 18 سنه. يعني بالتوفيق يا حبيبي ان شاء الله وشرفتنا ربنا يخليك واحنا مسميين الحلقه ديت مع القران معانا بعد حضرتك اثنين من القراء الافاضل ايضا وانت شرفتنا تحياتنا لمولانا الشيخ محمد عبد الوهاب طنطاوي شكرا جزيلا بارك الله فيك. مشاهدينا الاعزاء اشكر باسمكم جميعا فضيله الشيخ سيد محمد عبد الوهاب الطنطاوي الذي كان معنا في الفقرة الأولى من هذه الحلقة من مجلس الرحمة وهي بعنوان مجلس القرآن. فاصل ثم نلتقي مع قارئين من قراء القرآن الكريم الأفاضل.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى في هذا المجلس الجديد من مجالس الرحمه، وهو بعنوان مجلس القران. والحقيقه اني اتشرف في هذه الحلقه باستضافه عدد من قرائنا الافاضل. وفي ملاحظه انا عايز اقول لحضراتكم عليها، وانا قلتها كثيرا سواء في اعلام الامه او في غيره من البرامج، وهو أنه فيه سبحان الله في هذه الفترة التي نعيشها عدد كبير من السادة قراء القرآن الكريم الحاصلين على شهادات أزهرية، وهم دعاة وهم علماء ويصعدون المنابر. فحاجة جميلة قوي قوي أنه حافظ القرآن الكريم هو فاهم لتفسير القرآن الكريم وفاهم لعلوم الدين، بالإضافة إلى إلمامه بعلوم القرآن وأحكام التلاوة والتجويد وأنواع القراءات وغيرها وأنواع النغمات وغيرها. فمعي في هذه الفقرة الثانية من مجلس القرآن يعني اثنان من القراء الأفاضل في مصر، وأيضا قرأوا خارج مصر ومثلوا مصر، كانوا سفراء للقرآن في مختلف أنحاء مصر وفي عدد من دول العربية والأجنبية. معي فضيلة القارئ والداعية الشيخ قدري عجيز. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. منور يا مولانا، كل عام بخير. كل عام الحمد لله على السلامة. الله يخليك. وفضيلة القارئ الشيخ وأستاذنا الشيخ أحمد عبد الرؤوف. يا مرحبا شيخ أحمد. يا أهلا بك. يا مرحبا فضيلة الشيخ قدري. أولا بنقول حضرتك الحمد لله على السلامة من عودتك من سلطنة عمان. الله يسلمك. حضرتك عملك ايه هناك في سلطنة عمان؟ انا واعظ بوزارة الاوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان. نعم. في محافظة ظفار. محافظة ظفار. ادارة الاوقاف والشؤون الدينية في محافظة ظفار. نعم. بس يعني حضرتك نشاطك هناك يعني بيقتصر مثلا على مسجد ولا لا؟ انا في المحافظة نشاطي كلها. منتشر في جميع انحاء الولايات. بننشر الدعوة في كل مكان. ما شاء الله. في القوات المسلحة وفي الشرطة. بنروح السجون نلقي محاضرات للمساجين. يا سلام. ونروح المدارس نلقي محاضرات للطلبة. ونطلع أعالي الجبال نلقي محاضرات للناس الذين لم يصل إليهم العلم، نبلغهم العلم. وبنلقي محاضرات في الوديان عند في البادية. يا سلام. البادية اللي هم عندهم الخيام. والله. أيوة والله. يا سلام. بنروح لهم قوافل. وبتوصل لهم قوافل من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان. ده شيء جميل جدا جدا. بنروح لهم قوافل. وبنبات عندهم. ونلقي محاضرة واثنين وثلاثة. كويس. نبات عندهم بالأسبوع. طيب احنا ان شاء الله هندردش، وانا بحب اهل القرآن كما تعلمون، لكن عايزين نسمع كده تلاوة جميلة وموفقة ان شاء الله. تفضل يا مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا أفلم يسيروا في الأرض فيروا
ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين حتى إذا استيأس الرسل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي ولكن تصديق الذي بين يديه لقد كان في قصصهم عبرة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب
ما كان حديثا يفترى ولا وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ضفت عليك ما شاء الله عليك شيخ قادري ما شاء الله. شيخ أحمد عبد الرؤوف أيضا سبحان الله من قراء مصر من الدعاء داعية أيضا وقارئ والمزج بين الدعوة والقراءة ده جميل بيفهمك مش كده شيخ أحمد؟ طبعاً. يعني بيفهم القارئ القرآن اللي بيقرأه طبعا أفضل ما يكون إيه يكون حفظه فقط يعني ويبقى فهم صحيح عن الله. أيوة بالقراءة بقى لأن الفهم الصحيح عن الله هو الـ 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 الهدف إن الواحد يفهم القرآن صح. تمام. ما يقرأش وبس. تمام. سواء يفهمه من العلماء الأفاضل سواء يجتهد كده أو التفسير مثلا يقرأ التفسير بس الفهم الصحيح عن الله. أيوة. مولانا بيقول ففهمناها سليمان. يا سلام. ففهمناها. مولانا شيخ أحمد أنت جيت قبل التصوير وقلت لي أنه في الاستراحة في ورد أنا عايز أروح أجيب الورد ده. فيعني دي حاجة مثلا بتبقى مع حضرتك حتى وانت بتقرأ في المحافل والمناسبات؟ لا يعني والله مش في المحافل والمناسبات يعني هو يعني انا يعني دخلت القناة النهاردة المباركة ديت وربنا يبارك في حضرتك انك انت دكتور محمد اتحت لنا اللقاء الجميل ده. احنا خدم لأهل القرآن مولانا. انت دكتور مبارك الله يكرمك وربنا أحمد. يبارك فيك ويوفقك في كل اعمالك يا رب. يا رب. الورد بقى مدلول وانا داخل إيه القناه كده لقيت الورد كده قبل القناه كده ف اغطفت كام ورده كده وانا ماشي ما شاء الله وقلت اخش بيهم القناه الجميله دي الله لان الله. الورد يعني حاجه كده بتعمل تفاؤل كده للشباب. تمام تمام تمام. حتى الواحد يقول لك بس الشباب الكبار يعني الكبار. احنا مش تفاؤل عندنا برضو ولا ايه؟ لا 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 حضرتك لا حضرتك لسه شباب الشباب اهو. الله يكرمك يا ربنا يديم شبابك وصحتك عليك يا رب اللهم امين. فبيعمل نوع من التفاؤل يعني. صحيح تمام. حاجه جميله اقول لك الشيخ ماسك ورد الله يعني لان النهارده يعني احنا عندنا العلم والعلماء في مصر. نعم. بلدنا بلد حلوه جدا طبعا طبعا والعمل صحيح وإذا زوج العلم بالعمل خرج منهم النور والأمل الله الله إن شاء الله شوف حضرتك إذا زوج العلم بالعمل خرج منهم النور والأمل الله. فالورد إشارة للتفاؤل والأمل والحياة الجميلة يا رب على حياتنا كلها ربنا سبحانه وتعالى ونحن يعني نشكر حضرتك باستضافتك دكتور محمد لينا الله ندعو الله من هذا المنبر قناة الرحمة المباركة الله ندعو الله في هذه اللحظة إن يجعل حياة بلدنا مصر كلها حياة جميلة وأمن وأمان لكل واحد يا رب تقبل وعلى فكرة حضرتك ربنا قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين يا سلام ما قالش ادخلوا اسكندرية ولا الإسماعيلية ولا الدقهلية مصر يعني كل شبر في أرض مصر آمن إن شاء الله إن شاء الله بنص القرآن بفضل الله تبارك وتعالى وبفضل أيضا بركة أهل القرآن علينا يا رب يا رب يلا سمعنا الشيخ أحمد إن شاء الله تفضل أحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن
والمسلمين والمسلمات. والمؤمنين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والمتصدقين والمتصدقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والصادقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. الله العظيم. ما شاء الله عليك يا شيخ أحمد. بسم الله ما شاء الله. يعني أنا بحس إن هي قراءات من الجنة والله. الحمد لله. موفقين يا ربي. أنا يعني عايز أقول لكم على حاجة، إن أنا أهنئكم على حفظ القرآن وإتقانه وتجويده. هذه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، وانتم شرفتونا في هذه الحلقة، وإن شاء الله بإذن الله نكمل كده في مجلس آخر من مجالس الرحمة. شكرا لفضيلة الشيخ قدري عجيز على تشريفك لنا في هذه الحلقة، وشكرا لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرؤوف على تشريفك لنا في هذه الحلقة. جزاكم الله على خير. لنا لقاء آخر إن شاء الله. الله يجزيك عنا خير. الله يخليك. مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذا المجلس المبارك من مجالس الرحمة، وكان بعنوان مجلس القرآن، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيوفي الأعزاء في هذه الحلقة، وهم فضيلة الشيخ سيد محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وفضيلة الشيخ قدري عجيز، وفضيلة الشيخ أحمد عبد الرؤوف. أشكر لحضراتكم حسن الاستماع والمشاهدة، ونلقاكم على خير في مجلس آخر من مجالس الرحمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه مجالس رحمة فيها الهدى، فيها مغانم للرسول.